السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في عالم ملك. الفيديو ديال اليوم غادي يكون على 6 ديال الطرق اللي أنا كنستعملها في المنزل ديالي باش تكون رائحة ديالو جميلة وعطيرة. ألوغ اليوم غادي نبارطاجي معكم هاد لي زاستوس اللي أنا كنستعملهم باش نخلي الرائحة ديال البيت ديالي زوينة وعطيرة. إلا كان يهمكم هاد الموضوع خليكم معايا للآخر. بالنسبه للطريقه الاولى، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجوهم. غادي نحتاجو البرتقاله ليمونه، وغادي نحتاجو بعض الاعواد ديال القرفه، وغادي نحتاجو الفانيليا. هذه فانيليا عاديه اللي كنستعملوها في الحلوى. وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال القرنفل. انا ما بقى لياش وللاسف، وهذا عنصر اساسي في هذه الوصفه كنديرو دائما كنستعملو باستمرار. داكشي علاش السلاديه ما بقاليش، ودابا في انتظار حتى نمشي للمغرب عاد ناخذو، حيت هنايا ما لقيتوش، قلبت عليه وما لقيتش القرنفل هنايا. القرنفل مهم، هذه هي التسميه ديالو، كنظن راه كلكم كتعرفوه. وبالنسبه لي ما كتعرفش القرنفل شنو هو، غادي نخلي لها التصويره ديالو هنايا. ومهم هادو هما المكونات، وكما قلت لكم معلقه كبيره ديال القرنفل لانه مكون اساسي في هذه الوصفه. هذه غادي نحتاجو الطنجره اللي انا وضعت فيها نصف الكميه ديال الماء، وغادي نوضع فيها هنايا هاد الشرائح ديال البرتقال، وغادي نوضع بعض العويدات ديال القرفه. انا هنا وضعت جوج، وغادي نضيف قيمه تقريبا ملعقه صغيره ديال الفانيليا، وما تنساوش تضيفوا ملعقه كبيره ديال القرنفل لان كما قلت لكم عنصر اساسي في هاد الوصفه. هذه شنو غدير هاد المكونات؟ هذه ما حدها كتغلي، وهي كتطلق واحد الرائحه زوينه زوينه بزاف في الدار كامله، يعني كتوصل لجميع الجوانب في الدار. سيرتو الا كنا عارضين على الناس وجايين غادي يدخلوا كيشموا ديك الرائحه ديال الاكل قويه في الدار، هذه ترد جميع دوك الروائح، ما كيبقاوش يبانو مع الريحه ديال هاد المواد اللي درنا هنا، الفانيليا، القرنفل، الاعواد ديال القرفه والليمون. الرائحه ديالهم زوينه زوينه بزاف، وانا بالنسبه ليا هذه احسن وصفه، كتخليوها على النار لمده ديال جوج سوايع حتى ترد جميع الروائح اللي عندكم في الدار، وتخلي لكم رائحه زوينه بزاف، والمواد كلها طبيعيه. يعني حتى الا استنشقوها اطفال ديالكم او لوليداتكم كتكون يعني طبيعيه، ما غادي تضرهم حتى في شي حاجه. كنقصوا لها البوطه ملي كتبدا تغلي بحال هكذا، كنقصوا لها البوطه، كنخليوها على نار مهيله بزاف، يعني غادي تبقى مده ديال جوج سوايع، غادي داك الماء يبقى غادي وكينقص. وانتم حاضرين معها بطبيعه الحال تكونوا يعني ديك الساعه كطيبوا اولا تكونوا جالسين في لاكويزين ديالكم، جربوه وما غاديش تندموا، الصراحه زوينه بزاف. كتبقى جوج سوايع فوق البوطه، ومر جوج سوايع صافي بامكانكم تفاو عليها، اصلا داك الماء غادي يبقى ينقص. من بعدها غادي تلاحظوا الفرق في الدار ديالكم، يعني الرائحه زوينه وما غاديش تبقى ديك الرائحه ديال الطياب كامله باينه في الدار ديالكم. سورتو الا كنتو مثلا درتو الحوت، وجبه ديال الحوت كما كنعرفوا جميع ان الدار كامله كتبقى فيها ريحه الحوت. لي برودوي اللي كنرشو بهم في الدار كيكون اغلب الوقت فيهم لي برودوي شيميك، هاد الطريقه كتبقى احسن طريقه. انا بالنسبه ليا هذه احسن طريقه اللي تقدروا تعطروا بها البيت ديالكم. ودابا غادي نمروا للطريقه الثانيه، خليكم معايا. وبالنسبه للطريقه الثانيه وهي القهوه، الرائحه ديال القهوه انا كنستعملها في هاد القريعات هادو اللي بحال هادو، وكندير فيها القهوه اللي هي قابله للذوبان لان الرائحه ديالها كتكون ماشي قويه بزاف، وكتكون فيها واحد الرائحه زوينه ديال القهوه. انا كنستعمل هذه ديال نيسكافي جولد. المهم نتوما مساله اختياريه لا مارك ماشي مهم، المهم هي ان تكون القهوه القابله للذوبان.
فيحاولوا ما تعمروهاش حتى الفوق، يعني نتوما تقدروا ديروا غير النص على حسب نتوما الكميه اللي بغيتوا ديروها. وغادي تاخذوا هاد القريعات اللي ديجا درنا فيهم القهوه القابله للذوبان، غادي نحطوهم هنايا في البلاكارات، يعني اللي فيهم الحوايجنا او لا دي بلاكار اللي هما فيهم الكتوبه او لا اي بلاصه بغيتو تحيدو منها الرائحه ديال الغموله وتخليو فيها واحد الرائحه زوينه بزاف. صراحه هاد النسكافيه هادي او لا القهوه كتخلي واحد الرائحه منعشه في البلاكار ديالي، يعني كنديرهم هكا في البلاكارات، وملي كتحسوا ان ديك القهوه نشفت يعني كدوم واحد مده طويله حاولوا تبدلوها، لان الرائحه ديالها كتمشي ما حدها كتنشف كيدخل لها الهواء وديك الرائحه ديالها كتبقى تمشي. ولكن هذه هي الطريقة الثانية ديالي. وبالنسبة للحاجة الثالثة اللي كنديرها أنايا هي الفانيليا، الرائحة ديال الفانيليا. الفانيليا اللي كنستعملوها الحلويات هي زوينة بزاف وكتحيد الرائحة الكريهة اللي كتكون في الثلاجة، يعني غادي تاخدو إما قطن، قطن اللي كنستعملوه في الإزالة المكياج مهم، أو لأي قطن عادي عندكم، أو لمنديل، منديل ديال المطبخ، وغادي ديرو شوية في القطنة بحال هكذا وغادي ندوزو على الجوانب ديال الثلاجة. وغادي تلاحظوا ان الثلاجة ما بقاتش فيها الريحة الكريهة، ديريكتومون غادي تزول جميع دوك الروائح وغادي تعطي واحد الرائحة منعشة وجميلة للثلاجة ديالكم. اولا غادي تاخذوا زلافه صغيره اولا شي حاجه عندكم مثلا بحال هذه انا خديتها خاصه بالشمع، وغادي تديروا فيها جوج قطينات، اما هذا القطن اولا القطن داك اللي كيكون مدور اللي خاص بالجرح، وغادي ندير فيها شويه ديال الفانيليا نخوي بحال هكذا كما شفتوا، وغادي نوضعها في الثلاجه ديالي غادي تحيد لي كاع دوك الروائح الخايبه اللي كاينه في الثلاجه. اما الطريقه الرابعه فهي الخل الابيض. الخل الابيض كيصلح لازاله الروائح اللي هي قويه بزاف واللي هي خايبه، بحال مثلا ريحه الحريق، مثلا تحرقات لك شي حاجه في الدار، شي ماكله او لا شي حاجه تحرقات لك وكتبقى ديك الريحه خايبه في الدار واحد الفتره اللي هي طويله، الحل هو الخل الابيض، توضعوه في واحد زلافة بحال هادي وتحطوه في الدار ديالكم في الصالون فين كاينه ديك الرائحه الخايبه، وهو كيزول حتى الرائحه ديال الدخان ديال السجائر، يعني الا كان عندك زوج ديالك كيكمي او لا شي واحد من العائله ديالك. انا الحمد لله يعني الزوج ديالي ما كيكميش وما عندناش من العائله اللي كيكميو، ولكن هاد الطريقه مجربه كانت كديرها الوالده ديالي ملي كيجي عندنا شي ضيف في الدار وكيكمي ويخلي داك الرائحه الخايبه ديال الدخان، كانت كدير الخل الابيض في الزلافه وتحطو وما كتبقاش كاع الرائحه ديال الدخان. الطريقه الخامسه هي زيوت الاساس اللي ما كنستغناش عليهم الصراحه، يعني زوينين بزاف وكيعطروا البيت بواحد الطريقه زوينه، سورتو كنستخدمهم في الصالون وفي الحمام وفي حتى في لا شومبر ديالي كنستخدمهم بزاف، زوينين بزاف. غادي نوريكم الطرق اللي كنستعمل فيهم زيوت الاساس، خليكم معايا. وزيوت الاساس كذلك تقدروا ديروهم حتى في هاد القريعات اللي كيكونوا فيهم عويدات بحال هكذا، ديروا فيهم زيوت الاساس هنايا وتبقاو تقلبوا دوك العويدات وغادي يخليو واحد الرائحه عطره اما في الحمام ديالكم او لا في غرفه النوم او لا في اي بلاصه بغيتو ديروها، كيخليو واحد الرائحه زوينه بزاف. الا ما عندكمش هاد القريعات بامكانكم تستعملوا اي قريعه عندكم في الدار بحال هكذا تكون ديال الزاج او لا اي قريعه عندكم، وتاخذوا هاد العويدات اللي هما خاصين بالشواء كما كتشوفوا كيكونوا هنايا مقنتين، كتاخذوا مقص وكتقطعوا هذا الشيء اللي مقنت هنايا، ومن بعد كتوضعوا زيوت الاساس هنايا وكتوضعوهم بهذا الشكل هذا، غادي تعطيكم نفس النتيجه. ماشي ضروري هاد القريعات اللي كتاخذوهم بحال هكذا، يعني وضعوهم في قريعات عاديين عندكم في الدار وغادي تكون عندكم نفس النتيجه. غادي في اللمبه ديال الفيوز ديالي غادي نوضع قطيره ديال زيت الاساس بحال هكذا، وملي غادي نشعل الفيوز غادي تعطي واحد الرائحه زوينه في الغرفه ديالي.
أو لتاخدوا زلافة صغيرة بحال هكذا وتوضعوا فيها جوج ديال القطينات بحال هكذا في الداخل، وغادي توضعوا بعض القطرات ديال زيوت الأساس، وهذه بإمكانكم تحطوها في البيفي ديال الدخلة ديال الدار أو في الصالون ديالكم أو حتى في لاشومبغ ديالكم، وغادي تخلي واحد الرائحة منعشة عندك في الدار. الطريقه السادسه اللي كنستعملها وهي بيكربونات الصودا. كما كتعرفوا بيكربونات الصودا كتقضي على مجموعه ديال الروائح، وصراحه انا كنستعملها بزاف في التنظيف، ومؤخرا وليت كنستعملها للقضاء على الروائح. تقدروا تملؤوا هاد القريعات هادو وديروها في الثلاجه ديالكم باش تحيد الروائح ديال الثلاجه. كما بامكانكم انكم توضعوهم حتى في البلاكارات اللي عندكم فيهم فراش، عندكم الكسوة، اي حاجه. يكفي انكم ديروا بيكربونات الصودا الا بغيتوا توضعوا في البلاكار ديالكم ويضيفوا واحد الرائحة زوينة للبلاكار ديالكم. بإمكانكم تضيفوا عليهم بعض القطرات ديال زيوت الأساس، يعني أي نوع عندكم ديال زيوت الأساس بإمكانكم أنكم تضيفوهم عليهم. إما كما قلت لكم تستعملوا هاد القريعات هادو أو لا تستعملوا دي ساشي بحال هكذا اللي كيكونوا يتسدوا، وديروهم في البلاكارات ديالكم، في المجوره فين كديروا الكسوه ديالكم، البلايص فين كديروا الفراش ديالكم، يعني الفراش ليكوان اللي كديروا فيهم في المغرب كيكونوا عندنا دوك الصالونات التقليديه وكيكونوا فيهم دوك ليكوان. اغلب النساء كيديروا فيهم الفراش، كيبقى يغملنا كنشموا واحد الريحه اللي هي خايبه. طبعا كاين بزاف ديال الحلول، تقدروا ديروا الخزامه، تقدروا ديروا اي حاجه، ولكن بيكربونات الصودا كتحيد جميع دوك الروائح الكريهه، يعني ديال الغموله ولا مهم الميديتي او لا اي حاجه كتحيدها. الو هنا انا ملأت بيكربونات الصودا، وغادي نضيف بعض القطرات ديال زيوت الاساس. صافي غير بعض القطرات، وغادي نسدو. يمكنكم في هذه الحالات تستعملوا حتى ليبا، ليبا فام، ما عندكم شي ليبا مثلا هكا قديمه ما كنتوش كتستعملوها، تقطعوها وديروها هكذا، تعمروا كميميسات هكذا ديال بيكربونات الصودا وتضيفوا عليهم بعض القطرات ديال زيوت الاساس، وهذه كتبقى فكره رائعه، واحد الريحه زوينه في البلاكارات ديالكم. اذا كما شفتوا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون هذا الموضوع نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا ولو غير بالقليل وخديتوا افكار. وما تنساوش تجربوا هاد الافكار اللي زوينين بزاف وردوا عليا الخبر بطبيعه الحال في لي كومونتير. نتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم بارطاجيوه مع العائله والاحباب باش تعم الفائده، وما تنساوش اللايك. والى كنتي اول مره كتشوفي الفيديو ديالي ما تنسايش تابوناي في لاشين ديالي بالضغط على الزر سبسكرايب او لا اشتراك، ونقول لكم باي باي ونتلاقاو في الفيديو المجيد.